خلصنا ايه؟ واقع بمصيبة ومضطر عليهم لك حتى بيوم ديتي عم تعملي هيك؟ ايه نعم هيك بدي اعمل. إذا بتحبوا في قهوة على الزاوية بنقعد وبنحكي فيها هيك بنص الطريق مو حلوة بحقنا. اللي أنا عم تحاكيني هالحكي؟ أنا أبوكي. هلا تذكرت إني بنتك. اللي مثلك بتعرفي شو لازم ينعمل فيه؟ لا ما بعرف شو لازم ينعمل فيه، بس اللي بعرفه منيح إنه أنا تعبت منك، أنت بتعمل أي شيء بس لحتى تشوفني تعيسة، مانك طبيعي، بس فهمني ليش ما بتقدر تشوفني مبسوطة ومرتاحة بحياتي؟ عمل لك واعي بمصيبة بديري دارك وتمشي يا ضيعان هالترباية والتعب اللي ضاعوا فيكي. شو بدي ساوي بحالي؟ انتزعت قصة يلعن حظي. انت ما بيهمك شي اصلا. ايه شو بده يصير هلا؟ مين بده يخلصك من هالورطة؟ امتى بدك تدفع المصاري؟ وكيف بدك تدفعهم؟ شبكوا لا؟ ليش وقفت؟ خلاص طول بالك امشي يلا تحرك اخي رح ادفع لكم مصاريكم مقبلك انت الحكي خلي شوي شبكوا خلاص هيك طالع هلا هيك عم تساعدني؟ شو مو حابه مساعدتي؟ استني لبعد لك شعراتك. عن جد ساعدتني وتعبت، شكرا كثير لجهودك. امتى ما بدك بساعدك؟ جايب بندوره معك شي ولا نسيت؟ ايه جايب. مراد؟ نعم حبيبتي. ممكن بعد شوي من قدامي؟ وما تلهيني عن شغلي، رح موت من الجوع وما عاد عم تزقزق. احترق زيت من تحت راسك. انتبهي انتبهي، صار لك شي؟ لا تخاف الزيت طرش شوي علي. يلا روحي انتي بدلي ثيابك وانا بكمل عنك. طيب اتفقنا، بس خليه يستوي منيح لاني ما بحبه ني. تكرم عينك. يلا ابوس ايديكم فكوني، والله رح ضل قاعده مكاني وما رح اهرب. لو سمحتوا لو سمحتوا انا كثير عم بتوجع. سكتي وليك، من كل عقلك رح اوثق فيكي؟ لو ما لقطك محمد كنتي رح تتركيني بالحريق وتهربي. معقول اشفق عليكي مره تانيه وخليكي تضحكي علي؟ لسه انت كمان رابطتي لي راسي هيك، كيف بدي اطلع قدام العالم بهالمنظر؟ هزار بتعرفي شو اكثر شيء حابه اعرفه؟ انت شو بدك تعملي بكل هالمصاري؟ اسمعيني منيح شو رح قلك. مستحيل تلاقي حدا يحبك لو شو ما حاولتي تعملي، مستحيل، لانك من جوا بشعة كتير، واول ما يطلعوا بعيونك رح يشوفوا يكتشفوا طينتك الوسخه، وبعدين رح يستغلوكي ويشلفوكي بنص الطريق مثل ما الكل استغلوكي من قبل وتركوكي لوحدك هيك. صحيح شو كان اسمه هداك؟ هداك الدكتور بتتذكريه؟ رح اقتلك وليك. سمعتيني شو عم قلك؟ بدفنك هون والله. تركيلي، ما في حدا بالدنيا بيلاقي لك اثر، عم تفهمي علي وليك؟ هزار اتركي المخلوقه رح تحميها. ما تدخلي ايدي وشدي حلقك. بوسي ايدك اتركيني. والله بقتلك وبمحيكي عن وش الدنيا، فهمانه يا واطيه؟ رح تموت بين ايديكي، روقي شوي. ايه تموت، بدي اقتلها ان شاء الله بتموت هالحقيره. موتي موتي بقى. انا بوجيكي. على طول حتعاملني هيك؟ طبعاً يا روحي. وإذا دللت عليك؟ بيطلع لك. يلا تعي لشوف، خلينا نفطر هلا. مو معقول هالمكان شو حلو. حلو كتير. والأحلى لا في شغل ولا في حدا، وتليفون حتى ما معنا، مرتاحين من العالم.
بتعرفي عم فكر إنه نتقاعد أنا وياكي ونشتري هالبيت ونقعد فيه. وليش لا؟ أو فينا نتقاعد ونشتري غير هذا البيت، مزرعة مثلاً، ونربي فيها كلاب ويكون عنا خيول حلوة. أنت بتحبي الخيول ما هيك؟ رح تكون حياة أفضل لأولادنا بس يكبروا، بيكبروا مبسوطين فيها. بالمناسبة على سيرة الأولاد، بصراحة حابب يكون عنا ولدين على قليلة. شو بك؟ ليش زعلتي؟ إذا شايفة قليل من كترون منجيب خمسة إذا بدك، ما في مشكلة. خمسة شو؟ أوكي خليهم أربعة، أربعة منيح. ماشي اتفقنا. وبتمنى يجينا توم. إن شاء الله توم. وبدي البنات يشبهوكي إلك، يكون عندهم غمازات مثل أمه. إيه بس ما قلتي لي كم بنت ناوي يكون عنا مثلاً؟ خلاص المهم يشبهوك. كمان لورا شوي، إيه خليك راجع لسه معك مجال خطوتين. تمام، برأيي هيك ممتازة. شو هاد؟ مراد بيك الله يسلمه ويحفظه بعد ما أعطاني غرفة مثل إن الجاج، قلت لحالي بدور على مكان أفضل. وقررت إنه الطاولة رح تكون هون يعني؟ بالضبط بالمكان اللي رح تشتغل فيه حياة، ما هيك؟ حياة رح تشتغل بهذا المكان، والله ما كنت بعرف. إيه وأنا صدقتك بصراحة، شيلوها من هون لشوف. أنت كمان بتحمل حالك وبتختفي بسرعة قبل ما ارتكب فيك جريمة قتل. الطاولة رح تضل محلها، أنا هلأ رايح وراجع لك. فوق كل هالمشاغل يلي عراسي بدي اضطر طول بالي وروقه وأنا عم اقطعطى مع هالمجنون. واطي متخلف. وينه عارضة البروفا تبعي؟ هلو؟ ما في حدا عم يسمعني؟ ما في حدا هون يعني؟ بدي قتلكن كلكن. لك وين عارضين البروفات تبعي؟ يعطيك العافية يا خانو. أهلي. لو سمحتي بدي أسألك عن كرم بيك، هيك شاب طويل أسمراني شوي ومشورب، على حد علمك شفتي؟ شو بيعرفني أنا؟ ما عندي خبر لا عن كرم ولا غيره. طيب بس ليش هيك معصبة علي؟ قلي لي إجا ولا ما إجا ببساطة يعني. منيح إجيت. شوفي ما وصلوا عارضين البروفات؟ ما وصلوا تالا خانو، وأنا ناطرتهم لهلأ. نوران خانو معصبة كله بسبب هالوكالة، كتير تأخرت الدفعة وأصلاً عم يعملوا هيك. هلو وين عارضين البروفات تبع حضرتي أنا؟ شو أعمل؟ لك تضرب هيك وكالة وهيك عارضين لهلأ ما عرفوا يجوا. أنستي يا أم وش حلو، إذا بتحبوا أنا فيني ساعدكم بهي القصة. يعني كعارض بروفة قصدك؟ إذا بدك كعارض وإذا بدك بأي صفة تانية. حضرتك عم تحكي عن جد هلأ؟ مازال عندي هالهيئة والطول والعرض، فبرأيي بقدر عليها بكل سهولة. وطبعاً هاي الشركة الحلوة بتكون لأختي، ما؟ لك أعمل معروف وكب البحر. ممتاز.